تنام بالرعوة هذا كتشوف الطبيعة معتبر جيد، وعليها جينا أنا ومراتي مع بالكامبر، كنجي هنا كنجلسو هنا واش كنتي عارفه انت من هولندا ياك؟ من هولندا. ايوا عارفت. واش كنتي هذا المحل عارفه قبل؟ انا كنجي ليها كل سنه، كنجي ليها كل عام كنجي ليها. ايوا الحمد لله. الاولاد من كانوا صغار كيجيو معايا، ودابا من كبروا راهم كل واحد شد الطريق ديالو، راهم في الخارج تزوجوا صافي. انا يومين هكذاك ولا هذه، بقى كنجيو انا في الافران، حنا كنمشيو للافران مدينه وكنرجعوا. انا هاد الشلال كان تبارك الله قوي، المياه ديالو كتجري، وفي الاخر ما مهلينش في هاد الطبيعه هادي. الناس كيجيو كيرميو الزبل، ودوك اللي كيلقطوا الازبال كاع ما كيكونوش هنايا، هذا هو المشكل. واش الماء ديالو قلال من الازبال؟ لا ماشي من الازبال، حيت شي واحد كيبلوكينا الماء من الفوق. ولكن واخا هكاك الناس تيجيو. الحمد لله السياحة عندنا تبارك الله كثيرة هنا، هذا ما كان. تيجيو في الصيف تيجيو. في الصيف تبارك الله في الشاف وقت الثلج في كل شيء. كل مرة كل سنة تقريبا كنجيو لهاد المدينة إفران، فهاد السنة زرنا هاد المدينة المباركة، فنحيا الطبيعة، الطبيعة مزيانة، الجو رائع، ولكن لاحظت في هاد السنة النقص ديال شوية ديال الماء، وشوية ديال النقص في الجانب ديال النظافة، النظافة راه مهمة جدا باش الإنسان كيجي كيرتاح. نتمناو السنوات المقبلة إن شاء الله إلا طول الله عز وجل في العمر أن نزوروا هاد المناطق أيضا. أين منطقة؟ المنطقة إقليم الناظور، بالضبط المدينة زيو. كنجيو لفران بصح، ولكن دائما كيف كيف، كل عام نجيو بحال بحال، ولكن أنا عندي زعما لو كان يديروا شوية تحسينات و نورمالمون هذا موضع زعما مزيان، سي فريمون غير الماء ديالو تبارك الله كلاص. علاش تحسينات؟ هو تحسينات يديروا بحال ما عرفتش انا، يديروا شويه ما يبقاش هكذا سوفاج، يعني يحسنوا شويه يدوروا به شويه، ويديروا شي محلات هكذا نقيين بحال دروك هنا، يديروا تحت فين يقعد يجلس الواحد يكون ترانكيل، زعما غادي يجيب غادي يجيو بلوس دو. تغديتي ولا مازال؟ تغديت، حنا كلنا ساندويتش. ودابا الديسير جينا روطار على الطاجين. جينا من مدينة فاس لهنايا باش نتساراو شوية ونشوفو الأجواء تماك في مدينة فاس، أجواء السيارات والطوموبيلات. جينا هنايا باش نتساراو. تنجيو كل سبت تنجيو لهنايا. بالعافية ما بغاش تشعلنا.